السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد. إذا أول مرة تشوفنا لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة حتى تكون واحد من أصدقائي، وكذلك تتابعنا على حسابي على الانستغرام لين بعد ساعتين من نزول هذا المقطع راح أدخل هناك بث مباشر، وهذا البث راح أتكلم به عن قصص مرعبة وقضايا غريبة ومثيرة للاهتمام، فحتى ما تفوتك هاي القصص الممتعة تابعنا هناك. وكالعادة بداية كل شهر مثل ما معودكم على السلسلة الشهرية اللي هي فيرست بيرسون، وهاي السلسلة أذكر لكم بها قصص من تأليف كاتب وأنا اللي أخذ بها دور البطل، يعني وكأنه الأحداث والقصص تصير وياي. وكالعادة يا صديقي جهز لمشروبك المفضل أو أكلتك المفضلة وخلي نبلش. قصتي هذه مو مثل أي قصة بدائية، تبدأ بحدث بسيط ومن بعدها تتفرع بخباياها ومن بعدها تتعقد وتنكشف أسرارها العميقة. قصتي مختلفة كلياً عن أي شيء ممكن يخطر ببالك عزيزي المشاهد. قصة غريبة عجيبة وما تقدر تمسك أحداثها وتفهمها إلا وأنت بنص القصة، ونهايتها راح تكون بعد أغرب وأغرب. ابتدت بليلة هادئة معتمة وباردة، اتذكر تفاصيلها وكأنها تصير وياي الان. تلحفت بفراشي وحاولت اني اسد كل الفراغات اللي ممكن يدخل منها الهواء واللي ممكن يسبب البرد لجسم النحيل والضعيف. كان صوت الرعد مرعب والعواصف تصم الاذن وعقلي كل اللي يحتاجه فقط ينام براحة. اتقلبت يمين ويسار على امل انه يجيني يوم وياخذني بمكان بعيد، مكان ورد وجميل وبعيد عن الواقع، مكان بكل شيء احتاجه واحلم به. ومن بعد جهد كبير لمحاولات نومي الفاشلة اختفت من عند الرؤية مباشرة وانقطع تواصله ويا العالم الواقعي. عقلي ما زال متصل بالواقع لكن جسدي لا. شعوري غريب، شعور شخص نايم بتك عين او بعين واحدة، وما كنت متعمق بنوم هواي. النصف الاول من عقلي واعي والنصف الثاني غاط بنومه. ولكن الاغرب من هذا كله بعد ما فقدت القدرة على التنفس وكأن مجرى التنفس عندي انسد بشكل مفاجئ. كنت محتاج شيء بسيط جدا حتى اقدر التقط انفاسي. الهواء متشبع بداخلي لكن ما اقدر اطلعه. حاولت اخذ شهيق وبعدها حاولت انط زفير لكن ما قدرت وما يطلع النفس. كنت احس ان نهايتي محتومة، النهاية اللي اشوفها بالمسلسلات او بالافلام. حسيت بثقل غريب فوق صدري، شخص متربع فوقي ومخلي ايديه على رقبتي ويشد اكثر واكثر. كنت أقاوم وأحاول أبعد إيده عني لكنه كان متمسك بقوة. صرت أتحرك بشكل عشوائي حتى أقدر أتنفس لكني عجزت تماما، ومن بعد ثواني معدودة رجعت الأمور لمجراها وقدرت أتنفس بشكل طبيعي وتحررت من هذا الشخص اللي كان فوق صدري. وحسيت أن الله سبحانه وتعالى كتب لي عمر جديد. رفعت جسمي باندفاع قوي وأنا أشهق بقوة والعرق يتصبب من جبيني بكثرة. باوعت الجهاز التبريد وكان مشتغل على 17 درجة مئوية. الغرفة كانت باردة لكن جسمي كان جدا حار. أحس بصداع خفيف وقلبي امتلأ خوف ورعب. وخرت الفراش من جسمي، بعدها اتجهت بخطوات هادئة وطلعت خارج الغرفة لأني كنت محتاج ماء، لين صابني جفاف بحلقي بعد شلل النوم اللي أنهكني وتعبني. اتجهت للمطبخ لكن تباطأت حركتي وسرعتي لما سمعت أصوات خطوات، وهاي الخطوات كانت لشخص يمشي بهدوء ويتنقل ما بين الغرف من دون ما يستخدم أبواب الغرف للدخول والخروج. كنت أسمع هاي الأصوات تجي من أكثر من غرفة وما قدرت أحدد أي غرفة اللي يطلع منها هاي الأصوات حتى أقدر أروح وأشوف شنو هاي. والغرف كانت كلها مظلمة لأن أبوي متعود كل يوم يطفي أضويتها بسبب تكلفة الكهرباء الغالية اللي تجي نهاية كل شهر. ركزت نظري على غرفة معينة صارت أمامي، جذبني الصوت إلها لكن بعدها اختفى. درت راسي اللي ورا وأنا مرعوب بعد ما سمعت صوت أختي وكانت واقفة وراي وتأشر على الغرفة المقابلي وقالت لي أنت نفس صح تسمع الأصوات اللي أنا أسمعها ويعبر الطيف الأبيض حوالينك بعدها يختفي؟ فالتفتت عليها وأنا قلقان وقلت لها لا أنا بخير. قدمت باتجاهها ولزمت إيدي بقوة فحسيت برعشة جسمها وخوفها وقالت لي تراني خايفة أنا مو بخير. فنزلت لمستواها وضميتها وصرت أمسح على شعرها وحاول أبعد شعور الخوف عنها وطمئن قلبها الصغير. قلت لها لا تخافي، هاي مجرد أصوات أنت تتوهمينها. لكن بعدها تجمدت بمكان وأنا حاضن أختي وأحاول أطمنها لما سمعت صوت قزاز انكسر، وهذا صوت الكسر كان جاي من الصالة.
وقفت بمكانه مثل ما وقف شعر جسمي من الخوف. قدمت ومع كل خطوة تزيد بيها نبضات قلبي لحد ما وقفت بباب الصالة واختي وراي متشفة بملابسي. شغلت لمبة الصالة وتفاجأت بالمزهرية اللي كانت مكسورة بوسط الصالة رغم انه مكانها بوحدة من زوايا الصالة مو بالمنتصف. وبمجرد ما رفعت راسي وتحديدا رفعت راسي على مكان المزهرية تفاجأت ببنت صغيرة واقفة قدامي وشكلها كان مريب. نصف جسمها الاسفل كان حيوان والقسم اللي فوق كان بشري. فتحت عيون بصدمة وتراجعت لي ورا بخطواتي. وجهها كان يغطي شعرها الكثيف والمجعد. جلدها مو طبيعي. جلدها كان بحراشف رغم انه شكلها كان يوحي بانه هي انسانة. بقيت باوعلها الثواني رغم بشاعة منظرها. والصدمة كانت بعد ما هاي البنت اطلقت صرخة جدا قوية هزت كل خلية حية بجسمي. صوتها كان مزعج وحاد جدا وكان شبيه بصوت احتكاك الطبشور بالصبورة. بهاللحظة شلت اختي وشردت بسرعة لغرفة امي. وبعد ما استجمعت نفسي وقوتي قررت اقول لامي شنو اللي صار وشنو اللي شفته. امي كانت قاعدة تهدي وتطمن باختي الصغيرة. فقلت لها اكو بنت غريبة بالصالة ما ادري من وين طلعت شكلها مخيف مخيف جدا. امي اول ما سمعتني استنكرت علي هذا الكلام. مباشرة اخذت جوالها وشغلت الفلاش اللي بي وراحت بدون ما تفهم اي تفصيل من التفاصيل اللي شفتها. فطلعنا من الغرفة واحنا مطمئنين شوي لان امنا كانت موجودة. بعدها مشيت بخطوات هادئة ولحقت امي لحد ما وصلت الباب الصالة. وبديت اباوع عليها لما دخلت هي الصالة وهي تدور عن هاي البنت الغريبة. والعجيب انه هاي البنت اختفت تماما وما بقى لها اي وجود. وقبل لا ترجع ام الغرفة تباوعت علي وهي متعصبة وقالت صحيتني من عز نوم حتى تسوي بي واحدة من مقالبك السخيفة ليش ما تبطل حركاتك هاي. وبوقت ما كانت ام تسولف وياي وتتهمني انه انا مقلبها لمحت هاي البنت الغريبة ظهرت ورا امي مباشرة. وكانت تباوع بعيون وجهها كان باتجاهي لكن جسمها بالاتجاه الاخر. وبدون ما احس على نفسي اشرت عليها وانا خايف وبديت اصرخ باعلى صوت عندي فجأة. فصرخت هالبنت نفس الصرخة الغريبة وصار صداها بكل مكان بالبيت. وكانت هاي الصرخة اقوى من الصرخة الاولى. ومن قوة الصرخة حسيت بسكين انغرست داخل اذني ووقعت على الارض. واختي الصغيرة بجانبي وقعت على الارض واغمي عليها من شدة الصوت والخوف. ولكني هالمرة متأكد ان امي شافت كل شيء وسمعت كل شيء ويانا. ولكن اللي صار عكس ما كنت اتصور. امي كانت ثابتة بمكانها وتباوعلنا وهي متعجبة. ومن بعد ما استوعبت امي ان اختي الصغيرة انغمى عليها مباشرة ركضت عليها وشالتها وهي تقرأ عليها قرآن. لكنها شكت بالوضع لحظة ما شافتني بهالحالة الغريبة. قلبي كان مليان خوف ووجهي كان شاحب من الأشياء المرعبة اللي شفتها بعيني. وقبل لا تصحى أختي الصغيرة من غيبوبتها سمعنا صوت وصرخة أقوى من الصرختين اللي قبلها لدرجة أنه حتى أمه سمعتها. وكان واضح أنه مصدر هذا الصوت هو الحوش الخلفي للبيت. تحركت بسرعة وأمه تبعتني وهي شايلة أختي الصغيرة بين أحضانها وتقول لي لازم نطلع من البيت قبل لا أختك الصغيرة تفقد صوابها وممكن تفقد عقلها. وقفت قدام الباب المطل على الحوش الخلفي. ومجرد ما فتحت حسيت ببرودة الجو القارص. أمه خلت أختي الصغيرة على واحدة من كنبات البيت حتى ترتاح. بعد تقدمت امه وسحبتنا وطبوبتنا لي جوا وهي تقول لي ادخل بهدوء وخلي نتصل على ابوه. وقبل لا تكمل كلامها وتقول ابوك لاحظت نظراتي الصامتة واني جامد بمكاني وعيوني ما كنت قادر اشيلها من الشي اللي قاعد اشوفه قدامي. رفعت صبعي بتردد واشارت على وحدة قاعدة بنص الحوش كانت تدفن أشياء غريبة وصغيرة بحفرة هي سوتها. هنا أم رفعت نظرها على المكان اللي كنت أشر عليه وقالت وهي مصدومة هاي مو كأنها ياسة خدامة جارتنا. هاي المرأة كانت لابسة شيء غريب أشبه برداء أسود يغطي جسمها ورأسها بالكامل. كانت بوضعية مريبة جدا تميل رأسها وي جسمها وهي تتلو هذا الكلام والطلاسم اللي ما أعرف شنو ودا تدفن بهاي الأشياء الصغيرة أو العقد الصغيرة. ولكن فجأة التفتت علينا بملامحها المتجمدة وكانت استمر بالتمتمة بكلامها ووقفت بلمح البصر ورفعت باتجاهنا عود خشبي كانت محاوطة عقد كثيرة وكانت أشبه بعقدة سحر مثل العقد اللي نشوفها بالأفلام والمسلسلات الخاصة بالسحر. وكانت مستمرة بترديدها لهاي الطلاسم ولكن هالمرة صارت ترددها بصوت أعلى وأوضح. هنا أم توجهت لأختي الصغيرة وحضنتها وهي تقرأ عليها قرآن وهي خايفة. أختي كانت صغيرة وعمرها 10 سنوات فقط. أما بالنسبة لي فما كان عندي حل غير إنه أقرأ المعوذات ويا أمي. وكذلك قرأت كل سورة من القرآن كنت حافظها بصوت عالي. وانا دا اقرأ هاي السور من القرآن اتجاهل صوت ياسة هاي المرأة اللي صار صوتها يرتفع اكثر واكثر. لكن فجأة حسيت بقوة خفية وهائلة عرقلتني عن الحركة وسحبتني من شعر راسي للخلف.
لساني صار ثقيل وفقدت قدرتي على الكلام نهائيا، حتى عقلي بدأ يتشوش حتى ما أقدر أقرأ القرآن بداخلي. لكن جدار البيت هو الوحيد اللي حس بي وساعدني بعد ما حاولوا يسحبوني، لأن أثناء ما كنت أنسحب انضربت بي بقوة وقعت على الأرض وأغمي علي. فتحت عيوني وصرت أباوع داير ما يدور وأنا مستغرب. كان الظلام يحاوط المكان وأصوات الرعد كانت مستمرة. التفتت ناحية المطر اللي كان يضرب نافذتي وكأنه ينبهني من شي غريب. تحسست بيد السرير لحد ما لقيت جوالي وشفت بي الساعة اللي كانت تشير المنتصف الليل. بعدها تحسست راسي حتى أتأكد من مكان الضربة اللي تلقيتها بالحلم واللي ما زلت للآن أحس بألمها والصداع اللي براسي بسببها. لكن تجاهلت كل شي من حولي وقررت أهدئ نفسي وما أفكر أكثر حتى ما أنجنب سبب هالكابوس اللعين. وبهاللحظة حسيت بعطش غريب، فقمت من سريري وطلعت من غرفتي ومريت على غرفة اختي الصغيرة وكذلك على غرفة امي وابوي، واطمنت ان هم بسابع نومه. ومن بعد ما شربت مي وبللت ريقي قررت اروح للباب المطل على الحوش الخلفي حتى اشوف احوال الطقس. ولما رحت هناك وقفت قدام الباب، هناك كانت صدمة حياتي وصدمة عمري. بلحظتها من شدة الدهشة جسمي وقف مكانه، حتى بطل المي اللي كنت لازمة بيدي وقع مني. اللي شفتها قدامي بالحوش الخلفي كانت نفسها إياسة، العاملة المنزلية الملعونة اللي شفتها بالكابوس، وكانت بنفس الوضعية اللي شفتها بيها، نفس الجلسة، نفس الرداء الأسود، نفس الحركات الغريبة، وكانت تردد نفس الطلاسم اللي شفتها بالحلم هي ترددها، وكذلك حفرة حفرة. التفتت علي وباوعت لي بنظرات أقل ما يقال عنها أنها مرعبة، ولكن السؤال اللي حيرني شلون عرفت بوجودي رغم أني كنت واقف ورا الباب وأباوع بهدوء. بعدها وقفت باتجاهه وباوعت لعيونها انقلبا للون الأبيض وبدت تضحك ضحكة خبيثة ومخيفة. هنا بدأت مشاعر الخوف والاضطراب تتداخل بعقلي. شنو اللي جاب ياسة لهنا رغم انه هي مسافرة من سنوات؟ وليش جت لبيتنا تحديدا؟ او السؤال الحقيقي اللي لازم يطرح نفسه، هل انا ما زلت بداخل هذا الحلم لو انا بالواقع؟ لو ممكن اعيش تفاصيل هذا الحلم المرعب او الكابوس بالواقع وبحياتي؟ لهنا يا اصدقائي نكون وصلنا لنهاية قصتنا. اذا عجبتكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وكذلك لا تنسون بثنا ان شاء الله بعد ساعتين من نزول هذا المقطع على الانستغرام. اخوكم عبد الخالق، سلام.